مرحبا بكم في الاحتفال نتاعنا من العيد الوطني للمرأة ببلدية الشحية. الاحتفال هذا اخترنا له شعار ما تدهش المرأة التونسية ذهب ما يتعيرش. احنا اليوم موجودين مناسبة اليوم الوطني للمرأة ويكومبري معاها اليوم العالمي للمهاجرة المهاجرة التونسية. اليوم معناها احنا في شركاء مع بلدية الشاحية، مندوبية المرأة والأسرة والطفولة كبار السن، المندوبية الجهوية للثقافة، والديوان الوطني للعمران البشري، وجمعية حرفيون بلا حدود. المرأة بالحق ذهب ما يتعيرش، والذهب من الخصوصية نتاعو أنه فيه البريق وفيه النفاسة نتاعو، وهذه موش غريب على المرأة التونسية. المرأة التونسية حبينا اليوم في الاحتفال هذه ندعموها. الأمسية هذه اللي معناها ستقام توا عندنا فيها المعرض الحرفيات والحرفيين، عندنا فيها منتوج السجينات للتعريف، عندنا مسابقة للرسم تلامذة باش يرسموا على المرأة والكل، وعندنا المسابقة في الفيلم القصير اللي مش يحكينا على المرأة التونسية الريفية بصفة عامة.